سميتي بتيسان في العمر ديالي 24 عام. انا المشكله اخويا اللي خلاني نوصل لهاد الحاله هما الوالدين، اللي امي مفارقه مع با. انا كنت خدامه في الديور، عييت بالخدمه من الديور. عييت من الخدمه في الديور، ما لقيتش بغيت نرتاح. كنخدم بالليل وبنهار في الديور عند العيالات عند الناس، كنخدم بالليل وبنهار بالليل وبنهار. عييت من الخدمه، صافي من عييت من الخدمه صافي خرجت من عند بابا، قال لي اجي تبقاي خدمه مع عليا انا وولادي، حيت الاب ديالي مزوج مع اخرى مطلق من امي كما قلت لكم. قال لي تبقاي خدامه عليا. صافي هربت من الدار، جاتني ايموغاجي ديال الاعصاب، كنت غنموت فيها لان عندي فقر الدم. ايموغاجي جاتني، كنت غنموت واحد. صافي مشيت عند الوالده ديالي، خلص صيفطات لي فلوس من اكادير، مشيت دوزت عند الطبيبه. صافي بريت من ديك المواجي، صافي وليت كتب لي عاوتاني رجعت للديور كنخدم. صافي واحد النهار عيطات لي بنت خالتي، جيت لعندها للدار. صافي بغينا نمشيو للحمام، صافي مشينا للحمام، كنتلاقى مع واحد السيده كتقول لي انا راه عندي ولدي خدام وعندي ولدي داير وعندي ولدي هذا، وانا داري غير مفتوحه وانا فلوسي غير مشتين وانا هذا وانا كنت محرومه من الحنان ديال الام. كنت بغيت شي وحده. قلت لها شوفي يا خالتي، انا بغيتك تكوني الام ديالي والزوج ديالي يكون الاب ديالي، وبغيت تكون نتوما عائلتي. قالت لي اها بنتي غتمشي للدار وانا ما نخرجكش، ودبري راسك دار، دخلي ولا خرجي ما نهضرش معاك. صافي منين جيت وقع مشكل ما بيني وبين الزوج ديالي، دازت مخزن، دازت بوليس، داعينا، جراو عليا. المهم دازت، صالحنا، رجعنا، ماتت لي بنيتها. صافي منيا وصلت ولدها للبوليس وهذا، دارت معايا ها يعني، قالت لي جي صيفطتي هي ولدي للحبس هذا، انا مابقيتش كنحملك لا انتي لا ولادك، انا ولادك ما تنحملهمش، انا ولادك ما تنبغيهمش. صافي دازت المده، شديت بيت معاهم في السطح، بقيت ساكنه انا ولادي. راجلي كيخرج غير كيميخل، انا راجلي مريض ما عيد، كاين عنده كروسه كيمشي ميخل بالكروسه ديالو، كيجيب لي جاب الله كيجيب الله 600,000 ريال تيخسرها على ولادو. ناضخو واحد النهاريات من تخسر الهضره ومن شحال من حاجه، والمعيور فيا وفي والديا لان والديا ما كيوصلوش لعندهم، المعيور فيا وفي والديا، كيسب ليا بنتي لدرجه ضرب راجلي بالموس، درجه ضرب راجلي بجنويه يعني كان غيضربني انا. صافي مني مشيت انا هبط ديكلاريت بيه، قالت لي مو انت ديكلاريتي بولدي، خرجي عليا من الدار، انا ما تبقايش معايا في الدار. صافي لاحوا لي حويجي في الشتا والبرد، في شهر جوج ديال العام اللي فات لاحوا لي حويجي في الشتا والبرد. سيري لاحوا لي حويجي في الشتا والبرد، خرجت كنقلب على الكرا، مشيت للضايا كريت في الضايا لمده 3 شهور، ريحه عاوتاني في الضايا، ريحه لاميديتي وريحه الغموليه. بقيت كندور وتنخدم عند الناس، تنخدم في المسمن، تنخدم في الحرشه. الراجل ما قادرش يخدم، كيمشي يهز الكروسه في الليل وتيمشي، كيمشي ميخل كيجيب 600,000 ريال تيخسر. انا دابا عييت، انا دابا مابقاش عندي القدره باش نخلص الكرا. انا بغيت اللي يعاوني، بغيت اللي يساعدني في السكن. انا ما عنديش باش نكون مع وليداتي، كنتمنى من الله اخوتي المغاربه يعاونوني. كنتمنى من اخوتي المغاربه يتعاونوا معايا، انا باغا مساعده السكن، انا باغا اللي يعاوني للسكن ولو يخلص ليا هو الكرا. انا بغيت اللي يعاوني ولو الانسان يجي يخلص ليا الكرا، ما يعطيني لا فلوس لا حتى شي حاجه، بغيت نتجنب من الكرا لانني انا ما عنديش القدره باش نخلص الكرا، ما عنديش القدره باش نكون مع وليداتي. كنتمنى منكم اخوتي المغاربه تعاونوني، انا راه ما عنديش، وانا راه اختكم بنت الشعبه، نتوما كتشوفوني اخوتي. انت كتخيلي فواحد النهار غتوصلي لهاد الحاله هادي؟ لا ما كنتش كنتخيل غنوصل لهادشي، ما كانش عندي ولو غرام ديال التخيل. يعني اللقاء ديال الحمام كنتي كتقولي انني غادي نعيش يعني واحد الحياه ورديه ونعيش مع الناس كعائله؟ كنت كنقول بان هذه غتكون بديل ديال الام اللي خلاتني وانا صغيره، غتحن فيا وغتكون بيا، غتكون ام بغاتني غير جفاف لدارها، بغاتني غير نجفف ليها ونجمع ليها ونصبر ليها ونشر ليها ونغسل ليها الماء، بغاتني خدامه عندها. داكشي اللي هربت منه انا لقيته عند العجوزه. صافي مني جيت نحل عينيا لقيت راه عندي 3 د الولاد، فين غنهز الراس ولا فين غنحطو ولادي؟ فين غنخلي ولادي؟ فين غنسمح في ولادي؟ ما عنديش.
ما عنديش باش نكون معاهم. يعني لقيتي راسك نقدر نقولوا شيئا ما واحله ثلاثه الوليدات واحله جناحي ثقيل بحال ديك الحمامه اللي كتبغي تطير وكتلقى راسها مقطع ليها جناح وما كتقدرش تطير. انا بحال هكاك يعني مازال لو كنتي بوحدك كان ممكن ديري راسك حل كيما تنقول. لا كان لو كان كنت ديال راسي نلقى حل لراسي نمشي نخدم في شي بلاصه ونبقى نبات وما عنديش مشكل. شنو الطلب ديالك؟ الطلب ديالي من خوتي المغاربه يتعاونوا معايا. انا راه ما عنديش اختكم من الشعب، راه ما عنديش، ما عندي لا فراش، ما عندي حتى شي حاجه. كنتمنى منكم تعاونوني ولو غير في السكن. انا ما عنديش باش نكون مع وليداتي، راه عندي ثلاثه ديال الوليدات. كنتمنى من الشعب المغربي يتعاون معايا، هذا هو الطلب ديالي. انا باغا مساعده من الشعب المغربي.